بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إلى كل من يعاني من مشكل، إلى كل من استعصى عليه أمر من الأمور، الحل والمفتاح في آية من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فالله عز وجل لا يكترث لنا ولا يعبث بنا ولا ينتبه لنا ولا يهمه أمرنا لولا الدعاء. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لاحظ مكانة الدعاء وأهمية الدعاء. لذلك قال العلماء من أفضل الآيات أو من أهم الآيات التي بيّنت مكانة الدعاء هي هذه الآية، قوله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لذا من أراد الرزق، من أراد الوظيفة، من أراد المال، من أراد الزوجة الصالحة، من أراد الذرية، من أراد الشفاء من مرض، من أراد الصحة والعافية، من أراد أمر من أمور الدنيا والآخرة، فعليه بالدعاء. تضرع إلى الله عز وجل. الحل: قم بين يدي الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر بساعة، قبل صلاة الفجر بساعة، قم وتوضأ واسجد لله وتضرع لله وابكي لله عز وجل واشكي حالك، فسيعطيك الله تبارك وتعالى أمرك وسيعطيك مسألتك، بشرط عاهد الله تبارك وتعالى، عاهد الله تبارك وتعالى على الاستقامة وعلى الطاعة، وأنك ستلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى، فسيعطيك مسألتك أكيد، لأن الله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم. لم يقل سأستجب أو سوف أو واو، لم يجمع بين ادعوني وأستجب لكم بفاصل، وإنما كان الرد مباشرة، وهذا دليل على أن الله عز وجل يستجيب ويعطي لمن سأله. لذلك من أراد أمر من الأمور فعليه أن يتوضأ ويسجد لله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر بساعة، قبل ما يأذن مؤذن الفجر بساعة يقوم الإنسان ويتوضأ ويسجد لله تبارك وتعالى، بشرط يعاهد الله تبارك وتعالى على الطاعة، يعاهده على الاستقامة وعلى الالتزام بأوامره، يعاهده على أن يكون طائعا لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: عبدي كلي فيما أريد أكل لك فيما تريد. لذلك من استقام ومن التزم ومن امتثل لأوامر الله وابتعد عن معاصي الله، الله عز وجل سيعطيه. والله عز وجل لا يعطيك فقط ما سألت، وإنما سيعطيك أكثر وأكثر، لأن الله تبارك وتعالى إذا أعطى سيبهرك، سيبهرك بالعطايا، بشرط أن تلتزم بما أمرك به. عبدي كلي فيما أريد أكل لك فيما تريد. هذا الحديث القدسي وجب أن يكون عنوان، وجب أن يكون عنوان يلتزم به كل مسلم، يضعه بين عينيه: عبدي كلي فيما أريد أكل لك فيما تريد. امتثل لأمر الله، أعبد الله تبارك وتعالى كما أمرك، اجتنب المعاصي، اجتنب الأشياء التي نهاك عنه، فسيعطيك كل ما تريد، الصحة والعافية والرزق وكل أمور الدنيا والآخرة، بشرط امتثل لأمر الله تبارك وتعالى. لذلك في الثلث الأخير الإنسان يتوضأ ويسجد لله تبارك وتعالى ويتضرع ويعاهد الله تبارك وتعالى أنه سيلتزم ويمتثل لأوامره، ثم يسأله مسألته، أي أمر تريده اسأل الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير فسيعطيك مسألتك. وكما قلت الله عز وجل قال في القرآن الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آية عظيمة، آية رائعة في بيان مكانة الدعاء، معناه أن الله تبارك وتعالى لا يهمه أمرنا ولا يلتفت إلينا ولا يكترث لأمورنا لولا الدعاء. معناه بالدعاء والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله بالدعاء تجعل الله تبارك وتعالى يكترث لأمرك وينتبه لك ويهمه أمرك بالدعاء. لذلك كان السلف وكان الصحابة وكان التابعين رضوان الله عليهم يسألون الله تبارك وتعالى في كل شيء. لا تستحي من الله أن تسأله في الأشياء البسيطة، قلم، اللهم ارزقني حتى اشتري قلم،
اسأل الله عز وجل في أبسط الأمور. لماذا؟ لأنك راك تعبد في الله عز وجل بالدعاء، وبالدعاء يحبك الله تبارك وتعالى، وإذا أحبك الله فقد فزت في الدنيا والآخرة. لذلك تعبدوا إلى الله بالدعاء، أكثروا من الدعاء، اسألوا الله تبارك وتعالى في كل شيء. الله عز وجل يملك خزائن السماوات والأرض، ممكن يعطيك ما تشاء وما تريد ولا تنفذ خزائنه. لذلك أكثروا من الدعاء وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، واسألوا الله عز وجل مسائلكم وحوائجكم، فالله عز وجل سيعطيكم بشرط، كما قلت بشرط، الشرط الأساسي ليمشي به الإنسان ويمشي به المسلم في حياته كلها وفي جميع أموره، عبدي كلي فيما أريد أكل لك فيما تريد. مش معقول أنك تسأل وتنوض في الثلث الأخير من الليل وتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، وبعد غدوة من ذاك ولا في اليوم الأولي تعصي الله عز وجل. الله عز وجل المعاصي تذهب النعم وتذهب التوفيق وتذهب أشياء كثيرة. لذلك على الإنسان أن يمتثل ويستقيم على أمر الله ويجتنب النواهي التي نهانا عنها، بعد ذلك يسأل الله عز وجل، فإذا سألته أعطاك. طيب قد يقول الإنسان كما نغلطه ممكن نعصي الله، إذا تعثرت وعصيت الله تبارك وتعالى وغلبتك نفسك وغلبتك شهوتك، تب إلى الله وجدد العهد مع الله، جدد العهد مع الله وتب إلى الله، فالله عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب إليه. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. ولا تنسوا إخواني بارك الله فيكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء بالدعاء تجعل الله تبارك وتعالى يحبك ويكترث لأمرك وتهمه مسائلك وأمورك بالدعاء، أكثر من الدعاء. وطبعا كما قلت العنوان العريض اللي ما ننساوهش، عبدي كلي فيما أريد أكل لك فيما تريد. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.